فطاير للبنة. بالنسبة للفطاير أو المعجنات، أساسها دقيق، خميرة، مية أو أي سائل، هستعمل أنا حليب ومية، فهجيب الخميرة مع السكر وأحطهم ينوت مع المية ويكون المية دافية، سيبهم يتخمروا شوية، وبعدين بضيف عليهم، حط السكر هنا، بخلي دول يدوبوا شوية، وبعدين هضيف عليهم حليب، زيت بيكون زيت خضار، أي نوع زيت خضار عشان ما يبقاش طعمه قوي، مش عايز زيت زيتون، شوية ملح صغيرين، عادة ما بحطش الملح على الخميرة علشان أخلي الخميرة تتفاعل، يحط عسل، يحط سكر، ما حطش حاجة، بس ما حطش ملح لأن الملح بيوقف تفاعله أو بيقلل تفاعله. بعد كده بس بندمج، وبستعمل بالمناسبة بستعمل الخطاف، يعني لو عندي الخطاف بستعمل الخطاف، مش بستعمل البدال، ما بستعملش المضرب السلك، لأن العجينة دي تكون عجينة مطاطية شوية. أضيف إن هو الدقيق، وبعدين بضيف السائل، ببتدي بالزيت الأول، كان في شوية مية مع الخميرة الأول، والحليب، لو الحليب دافي هيسرع برضو من تفاعل الخميرة، بخلي ده يتعجن، لو بإيدي ممكن تاخد 20 دقيقة، لو بالعجان ممكن 5-7 دقايق، لكن أهم حاجة إنها توصل كلها، العجينة كلها تبقى كتلة واحدة، وهتبقى بتلزق شوية، وده المطلوب، مش هزود لها دقيق، بس أتأكد إنها كلها تداخلت مع بعضها. بعدين بجيب سلطانية بحيث إن أنا أحطها فيها وأسيبها تريح ممكن حوالي نص ساعة علشان الخميرة تتفاعل، ثاني أكسيد الكربون يطلع منها، ترتفع شوية، فديت بسيبها ينهوت شوية لغاية لما نقول 5-6 دقايق، لغاية لما توصل العجينة كلها تبقى ملساء، أو بيبقى ده حجمها، ده حجم ضعف الحجم بتاعها، لأن بعد ما عجنتها حطيتها هنا سبتها 35 دقيقة وارتفعت. دي الفطاير اللي أنا هعملها، هاجي نوت، بنجيب شوية دقيق وهفردها حسب الحجم اللي أنا عايزه، نجيب شوية دقيق هنا اهو كمان، وبفرد العجينة، وعايز أخليها رقيقة شوية، ما أخليهاش سميكة أو تخينة، نرفعها شوية دقيق تانيين، شوية دقيق من الناحية التانية، لو عندي قطاعة كبيرة بقطعها أو بقطعها حتى بطبق، ده بيكون حجم العجينة، نعملها هنا بالعرض، أشوف حجم الطبق اللي أنا هقطعها بيه أو القطاعة اللي هقطعها بيه، ودي هحشيها لبنة، ممكن تحشوها أي حاجة تانية، ده الطبق هنا أهو كده أهو، جيب سكينة واحدة هنا، اتنين، وحاولش أعجنها كتير عشان ما تعملش عرق، تلاتة، وبعدين باخد العجينة دي بلمها بالراحة، ويدوبك بس ألمها كده وأفردها مرة كمان، يعني دي ممكن أستعملها وأطلع منها تاني. أهم حاجة أنا عندي هنا هوت العجينة مبقاش فيها دقيق كتير، تخلص من الدقيق الزيادة، وممكن أجيب الصاج اللي أحطها فيه وأحشيها على طول مباشرة، نجيب الصاج هنا اهو،
نحط الثلاث فطاير، بجيب اللبنة، قطعة من اللبنة، بحطها بتبقى هنا هوت في حتة من الناحية دي، يعني بحشيها لبنة، ومن الناحية دي الناحية التانية، واجيب هنا اهو لبنة كفاية، بقفل الدايرة واضغط واتأكد ان عندي لبنة طالعة من الجناب، واقفل الدايرة دي كده اهو، واجيب تالت واحدة نحطها هنا، واحط لبنة من ناحيتين، لبنة تطلع من هنا، ودي هتسيح شوية، مش هتسيح كتير بس هتسيح شوية، شوية لبنة عشان يبقى كل قطمة فيها لبنة، وبعد كده بقفل جنب واحد بس، وبفرشة فيها حليب مع بيض عشان يبقى السمغ أو ألزقها، أقفل دي وأقفل دي، فهتبقى زي ظرف، وبعدين أدهن الباقي هنا اهو عشان برضو يبقى سمغ تاني أستعمله للسمسم، يعني أنا عايز أحط حبة البركة، أحط سمسم، أي حاجة أنا حاببها ممكن أضيفها، أحط هنا اهو، وبجيب شوية من السمسم وأحطهم عليها، مش محتاج أخمرها مرة كمان، ناخد ديت هنا بس نخلص من اللبنة اللي في إيدي، وديت هحطها في فرن، بكون ظابط الفرن، يعني قبل ما ابتدي أعمل أي حاجة الفرن بيكون حرارته 180 قبل ما أخبز أو قبل حتى ما بعجن. ناخد اللبنة هنا اهوت أو فطاير اللبنة بالسمسم ونوديها الفرن. لو فيها حتت كده بسيبها، مش هيجرى حاجة، ديت هتبقى هتسيح شوية أو هتدوب شوية، احطها في الرف اللي في النص، ممكن أسيبها ل 105 يعني في درجة حرارة فرن 180 حوالي 25 دقيقة بالكتير. عندي واحدة هنا مستوية، بتاخد يعني بسبب دهان البيض اللي أنا حطيته وشوية الحليب معاهم بتاخد لون، وبتبقى يعني هي بتنتفخ، يعني مش محتاج ان انا اخمرها مره كمان، يعني هي بتتخمر لوحدها في الفرن لاني خمرتها مره واحده، وده بيكون كفايه. نيجي هنا، يبقى عندكم اختيار لو عايزين تعملوا اللبنه في البيت وكمان المعجنات نفسها هنا في البيت. هي العجينه اللي عملتها دي بتعمل 6 قطع، يعني هنا اهو عندي 3 تانيين، فدي بتبقى فكرة فطاير اللبنة بالسمسم، وكله من مكونات موجودة في البيت.